مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيت للكل من نشمية العواصم عمان احتفالا بعيد الاستقلال. أعواما تمضي والوطن يعلو به البنيان ويزهو به الإنسان، وها هو الاستقلال من نسيج شماغنا ومن الورد الجور الأحمر، وحملنا علمه فوق الرأس وفي حبات العيون ويرفرف في الفؤاد قبل السواري. تحيتنا أردنية هاشمية عربية إنسانية في ذكرى استقلال بلادنا الأردنية، ومع أشقائنا وأحبابنا وشركائنا في بيت للكل الذي يحتفل بعيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. كل سنة وأنت طيبة وكل طيبة. سنة والأردن بألف خير. كل عام وانتم بخير ويا رب وسلامة. دوام الأمان. أمين. والسلام للأردن. أمين. الحبيب قيادة وشعبا، الأردن المتجذر في قلوب العراقيين، البلد اللي أبد ما تشعر به بالغربة حقيقة. كل كلمات المباركة بهذه المناسبة، عيد الاستقلال، هذا العيد الذي يتجدد في كل ذكرى وفي كل تاريخ، هذه الأعوام التي تذكر بالحروف لا تذكر بالأرقام حقيقة، لمنجزاتها ومكتسباتها الحقيقية التي يشاهدها العيان، وخاصة البلدان عندما تتخلص من الاحتلال شيء كبير بالنسبة لها. نفخر كعرب بشعور واحد، بانتماء واحد، بأن هذا الانتصار الأردني في عيد الاستقلال هو انتصار للعراق وانتصار لمصر وانتصار لفلسطين وانتصار لكل قضايا العرب. فكل عام وانتم بألف خير. أكيد أكيد أحمد كل اللي قلته، وأكيد من القلب كل الكلمات الصادقة اللي ذكرتها يعني عزيزاتنا كاثي. خليني أقول كمان لأهالينا للأردن الشقيق، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وجلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد طيبين سالمين. نحن اليوم هنا بيت للكل في بلدنا الثاني الأردن الشقيق، نحتفي ونحتفل بمناسبة وطنية عزيزة غالية على كل أردني بنى هذا البلد بأمن وبأمان وباستقرار وبمحبة وبمتعب ومشقة، لأنه لا تبنى البلاد أو الأوطان إلا بمشقة شعبها وأولادها. خلينا كمان نرجع ونقول أنه الأردن يحتفي بالاستقلال واليوبيل الفضي لجلال تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ملكا على المملكة الأردنية الهاشمية، ونعمة البنى ونعمة البنيان القوي في الأردن، يعني تعمير وبنى وتعليم وحضارة ومؤسسات ومجالس نيابية وتشريعية وقوة ونفوذ وعلاقات أردنية عربية شقيقة كلها محبة وكلها سند في وقت الأزمات. طول الوقت الأردن الشقيق موجودة طول الوقت. هذه الأردن تحتفي اليوم بالاستقلال، وهذا الاستقلال جزء منا أيضا، فكل عام وأنتم بألف خير سالمين غانمين على أرض الأردن بإذن الله. الأردن أرض الرماح والرياح، مجد تليد في الأرض والسماء والبحر، بلاد ما كانت إلا عربية نقية من 10,000 من السنين وأكثر، أرض حضارات أقامت فيها بنيت وشمخت. هي الأردن أرض الجمال والصباح. من أي تاريخ تبدأ قصة الأردن وقصة الدولة؟ نبدأ حديثاً من قصة الثورة العربية الكبرى. الأردن دولة ذات أرض مستقلة وبحدود رسمت بوضوح. وضع الأمير عبد الله بن الحسين الأساس لاستقلال الدولة الأردنية بخطوات صعبة واجهت مقاومة من أقطاب الصهيونية، ولكن كان تصميم القائد والشعب والجيش لأن يتحقق المنال بكامله ومحو أي آثار عكسية. تمكن الأردن من إصدار القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن، والذي بموجبه تسمت الأردن لأول مرة باسم إمارة شرق الأردن اعتباراً من يوم 16 من نيسان لعام 1928. عقد المجلس التشريعي الخامس دورة استثنائية يوم 22 من أيار من عام 46، وصادق خلالها على تعديل القانون الأساسي لشرق الأردن، وتم استبدال كلمات صاحب السمو الأمير بصاحب الجلالة الملك، وكلمة الأمير بالملك، وكلمة شرق الأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية. ف
في 25 من أيار من عام 46 تم إعلان نص قرار الاستقلال، وصادق عليه جلالة الملك بعد مصادقة المجلس التشريعي عليه. وارتفعت رايات الاستقلال، واحتفل الأردنيون ومعهم كل العرب ببزوغ فجر دولة ما كانت إلا عبر تاريخيها دولة للعرب ونصرتهم. ينتقل العرش إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين. يبدأ عهد جديد مؤسس على تقاليد عريقة وبارث مجيد هاشمي، هو تاريخ من التسامح والمحبة والعطاء والإخاء منذ عهد دار الندوة لجد قريش قصي بن كلاب. كان خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني إلى شعبه وهو يقول: واليوم أتحدث إليكم وكأنني أرى وجوهكم المشرقة، يا وجوه الخير تقولون نحن هنا حاضرون بالروح والإيمان والفرح، حاضرون بروح الأردني الواثق بالله ووطنه وقضاته، حاضرون بالإيمان المطلق أن القادم أفضل وأن بعد العسر يسرى، حاضرون بفرحكم في عيد الوطن، فالاستقلال هو أنتم والسابقون من الآباء والأجداد في بناء الدولة ونشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية،